بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مالك يوم الدين، فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب الرسل والرسالات إلى مناقشة احتياج البشرية إلى الرسل والرسالات، وبيان أنه لا يمكن أن يستغني العقل عن الوحي. وقد انتهينا إلى ذكر قول البراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد الحجج لإبطال قولهم، وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي. هذا زعيم من زعمائهم في القرن العشرين، وهو زعيم هند المسمى المهاتما غاندي. يقول مفاخرا: عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. فتخيلوا، هذا رأس من رؤوس هؤلاء البراهمة الذين يزعمون أنه يمكن أن يستغنوا بالعقل عن الوحي. فأخصر طريق لإبطال ما زعم هؤلاء البراهمة الوثنيين هو أن ننظر إلى زعيم من زعمائهم المسمى المهاتما غاندي، وهو يقول هذا الكلام: عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. يعني هو أفضل مما يعبده، يعني هو عنده عقل، ومفروض أنه إنسان مكرم. فانظر كيف يرتكس أمثال هذه العقول إلى هذا الحد، حتى إنه لا يؤله البقرة ويعبد البقرة، بل قاده عقله الذي يزعم أنه يغنيه عن هداية الوحي وهداية الأنبياء، قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي ولدته. يقول غاندي: وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. زي ما يكون واحد يعني عنده أدلة وبكلف قضية علمية ويقول وهذا ثابت من عدة وجوه، بيدل الأدلة على أنه يفضل أمه البقرة على أمه التي ولدته. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا. يعني الأم الحقيقية ترضع يعني سنة أو سنتين، وبعد كده تذل بقى بقية عمره، المفروض يرد لها الدين. نعم، لا عقول أصلا، يعني مش عقل قاصر يعني. وأم البقرة تفضل أم الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي. طيب، بس بتطلب في المقابل برسيم والحشائش وهذه الأشياء، يعني لها برضو طلبات.
ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية، إلى أن قال إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. يقول: وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربي التي تصدر في الكويت. هو الحقيقة احنا لو رجعنا لدين البراهمة ودرسناه بالتفصيل دين وثني، يعني لا يمكن أي إنسان عنده فطرة أو حتى بقية من رصيد الفطرة أن يقبل مثل هذا الدين الوثني الشركي. لكن لا نريد أن نخرج عن المسار العام الكلام، لكن هذا موضوع يستحق الحقيقة أن ندرسه وندلل عليه، لأنه أقوى نموذج يدل يعني على الحضيض الذي يمكن أن يتردى إليه الإنسان المكرم إذا أراد أن يستغني عن هداية الله وعن وحي الله بعقله، وإلى أين يقوده عقله. وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربي التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران، يعبدون الفيران. نعم، هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فيها غنية عن الوحي الإلهي. ثم يوضح المجالات التي للعقل أن يعمل فيها، يقول: إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا، ويبددون طاقة العقل في غير مجالها. إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته، فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب وحالفه الشطط والتخبط، وإذا أجري في غير ميدانه كبى وتعثر، وإذا كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول، فيستخرج مكنوناته ويربط بين أسبابه وعلله ومقدماته ونتائجه، فيكشف ويخترع ويتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة، وتسير عجلة التقدم البشري إلى الأمام. أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه، أعني ما وراء الطبيعة الغيب، فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا، بل يرجع بسخافات وشطحات. ثم يوضح الموقع العقل بالنسبة للوحي، فيقول: يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ويورثه البلادة والخمول، وهذا زعم كاذب ليس له من الصحة نصيب. فالوحي الإلهي وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه، وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض واستثمارها، وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى. فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه، ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي، ثم يجتهد في التطبيق والتنفيذ. والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة. يعني لو إنسان حست النظر عنده صحيحة يبصر، لكنه موجود في ظلمة، مكان مظلم ظلما مطبقا، هل يرى شيئا؟ هو لا يرى شيئا، فلا ينتفع بعينه إذا عاش في الظلمة. لكن إذا أشرقت الشمس وانتشر ضوها انتفع بناظريه. كذلك أصحاب العقول بدون نور الوحي فهم كالمبصر، عنده أداة النظر لكنه لا يستطيع أن يرى الأشياء على حقيقتها.
وعنده آلة النظر سليمة وهي الإبصار، قوة الإبصار، لكن هناك ظلام من حوله لا يضيء هذا الإظلام، فإذا أشرقت الشمس وانتشر النور حينئذ يبدأ الانتفاع بعينه. ولذلك نلاحظ ملاحظة مهمة جدا في القرآن الكريم أنه يثبت لمن حرم نعمة الوحي ولم يؤمن بالرسل والرسالات، يثبت له حاسة السمع ولهم إيه؟ آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني الحيوانات كلها عندها بصر وعندها إيه؟ سمع وعندها كذا وكذا، لكن هل الحيوانات تعقل شيئا؟ لا تعقل. فوجود الحواس بدون نور الوحي فيعني يصح أن ينفع عن الإنسان هذه الحواس. لماذا؟ برغم أنها موجودة عنده سليمة، لكن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيصح أن ينفع عن العاقل العقل. لماذا؟ إذا لم يستعمله فيما خلق له. الإنسان خلق ليهتدي إلى التوحيد وليعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإذا عطل حواسه سواء من سمع أو بصر أو عقل، إذا عطل هذه الآلات عن أن تعمل فيما خلقت من أجله يستوي مع من عدم هذه الآلات. نحن لم نرزق السمع والبصر والعقل فقط لنرى هذا العالم المحسوس، وإنما رزقنا هذا كله لنستعمله في الوصول إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل. فمن ثم رأى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يوصف الكافر بالعقل، هو عنده آلة العقل لكنه استعملها في كل شيء إلا الشيء الذي خلق من أجله وهو توحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعيد هذه العبارة: والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة، فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظريه، وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب مكانه في الصدر، والقلب هو الآلة التي يعقل الإنسان بها ويفقه بها، لأن بعض الناس تستعمل المخ مكان العقل، يقول لك ليس عنده مخ أو مخ كذا، لا، المخ ده موجود في الحمير والأسماك، يعني في عامة الحيوانات موجود المخ، المخ كجارحة كعضو، لكن المخ لا يعني العقل. العقل أو القلب الذي يفقه به الإنسان موجود في الصدور، بدليل قول خالق هذا الإنسان فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال لهم قلوب لا يفقهون بها، فدل على أن محل الفقه هو القلب ومحل القلب هو الصدر. ثم ينتقل إلى بيان وظائف الرسل ومهماتهم. يقول: لقد بيّن لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم. فأول وظيفة من وظائف الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام البلاغ المبين. فالرسل سفراء الله إلى عباده وحملة وحيه، ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله. يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس، وهو يبلغهم ما يخالف معتقداتهم، ويأمرهم بما يستنكرون، وينهاهم عما ألفوا. الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله عز وجل من غير نقصان ولا زيادة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى
فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده، لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه، وأعرف من غيره بمراد الله من وحيه. وفي ذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر السنة، السنة وحي كالقرآن. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة. ما وظيفة السنة؟ لتبين يعني بالسنة للناس ما نزل إليهم من القرآن ولعلهم يتفكرون. فهذه الآية من النصوص الدالة على أن السنة وحي كالقرآن، كلاهما أنزل من عند الله تبارك وتعالى. والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول، فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كثيرة استشكلها أصحابه، كما بين المراد من الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به أي الظلم الشرك، لا ظلم النفس بالذنوب. وكما بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله. وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل، فقد كانت أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بيانا لكثير من النصوص القرآنية. وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل فإن الرسل لا يملكون إلا البلاغ، يقول تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أما الوظيفة الثانية من وظائف الرسل بعد البلاغ فهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تقف مهمة الرسل عند حد بيان الحق وإبلاغه، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا. وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد، فهم يقولون للناس: أنتم عباد الله، والله ربكم وإلهكم، والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدون، ولأننا رسل الله مبعوثون من عنده، فيجب عليكم أن تطيعونا وتتبعونا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة، وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار 950 عاما. فقد دعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، واستعمل أساليب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وحاول أن يفتح عقولهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات، ولكنهم أعرضوا. قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقد ضربت الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح دوره ويبين وظيفته. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذه حقيقة أن الرسول عليه السلام من صفاته أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه، وبالتالي هذا هو الجواب عن بعض الأحاديث أنه استيقظ من نومه فصلى مباشرة دون أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه إذا نقض وضوءه فإنه يحس بذلك ويعرف ذلك. لماذا؟ لأن قلبه يقظان، فتنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة. صدقتم، هو نائم لكن الذي تنام هي عينه. إن العين نائمة
والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، يفرق الله به بين الناس ويميزهم ما بين مؤمن وكاف وشقي وسعيد، وإذا كان من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار. ومحمد فرق بين الناس. لا أريد أن أبخل عليكم بفائدة عابرة، وهي أن يعني في أحد مجالس العلم كان يوجد من ليس معه نسخة من الكتاب، فكانت مشكلة وقع في حي صبيص، يعني كيف سيستفيد. فأجاب الأخ الفاضل فقال يعني قرأت كلمة للزهري يقول فيها حضور المجلس من غير كتاب من غير نسخة ذل. فأنا أشفق على الإخوة اللي ليس معهم نسخة واللي بيحاولوا يسترقوا البصر في نسخة مجاورهم، هذا من الحرص، لكن لا شك أن وجود نسخة يكون أفضل. يعني ما بتكونش الصور نظر يعني نظرة اللي بيعبد الفأرة، يعني أنت أصلا بتناقشه وعايز تناقشه بالعقل، هو أصلا لا عقل له. يعني المشركون الذين يعبدون الأصنام يمكن اللي بيعبد الفأر أو الفأر كائن حي، لكن الذين كانوا يعبدون الأصنام هو الجواب القرآن على مثل هذا هو أنهم في توحيد الربوبية يثبتون لله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وسائر أفعال الربوبية، لكن قضية الإشراك تقع في توحيد الألوهية، أنهم يوجهون العبادة لغير الله عز وجل. وده السائد في القرآن الكريم، يعني لم يحكى لم يوجد في القرآن الكريم حكاية عن أمة من الأمم جحدت وجود الله أو نسبت الربوبية إلى غيره. حتى النصارى الذين يثبتون ثلاثة آلهة يجعلون الأب في أعلى إيه يعني مستوى. حتى المجوس الثانوية الذين يعبدون النور والظلام أو يقولون إن العالم خالقين، فإنهم يعتبرون إن النور أفضل من الظلام. ففي توحيد الربوبية الجميع يقرون بتوحيد الربوبية، لكن الشأن في توحيد الألوهية. لكن تفاصيل عقيدة البراهمة هي نرجو أن إذا أتت فرصة نفصل في عقائدهم كلها والله تعالى. أما التبشير والإنذار فهو أيضا الوظيفة الثالثة للرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والإنذار، ولأن ارتباط الدعوة إلى الله، أنا بس كلمة الأستاذ اللي في الآخر قالها مش عايزة تعدي مني، فأنا يعني هو كأنه يقول قد أخذنا نصيبنا من كذا يعني. لكن أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد أن الأخ نزل اشترى نسخه به لما سمع الكلمة دي تأثر بها جدا، فأنا أريد أن أحرككم أنك تحافظوا دائما في الدروس على وجود نسخة. ما أقصد الوصف ده، لكن أقصد إيه دي في بتعمل دافع من التحرك للأفضل يعني. ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والإنذار، ولأن ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق جدا، فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض آياته. يقول تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه مثلا في هذا، فقال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان،
هذه كانت عادة العرب، بيقف واحد يعني كنوع من الرصد الأعداء أو حراسة القبيلة أو المدينة، فبيقف في مكان عالٍ بعيد، فإذا رأى العدو قادما فإنه يخلع ملابسه ويرفع يديه ويهرع صائحا إلى قومه، فبدي تكون علامة على الإيه؟ إن العدو قادم، فبيسمون النذير العريان، فهو ما يجد وسيلة لأنه ممكن ما يسمعوش صوته لأنه بعيد، فإذا يعني خلع ملابسه عرفوا أن فيه خطر. فدي طريقة تواصل بدائية شوية، لكن ده معنى كلمة النذير العريان، أول ما يرى العدو قادما فإنه يحذرهم عن طريق هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. الحق اهربوا يعني النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ولم يرحلوا من هذا الموقع الخطر، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وتبشير الرسل وإنذارهم دنيوي وأخروي، فهم في الدنيا يبشرون الطائعين للحياة الطيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، لأن بعدها إيه؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده في الآخرة، لأن طبعا التأسيس مرجح على التوكيد. لو قلنا إن فلنحيينه حياة طيبة يعني في الآخرة، يبقى اللي بعدها بقى توكيد لها، اللي هي ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لكن إذا ما كان إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فإنه يترجح حمله على التأسيس، لأن فيه تأسيسا لمعنى جديد، وهو أن الحياة الطيبة في الدنيا ثم الجزاء الآخر في الآخرة. ويقول تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا في الدنيا. وأيضا يعدونهم بالعز والتمكين والأمن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ويخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوي، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويخوفون المجرمين والعصاة عذاب الله في الآخرة: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار، ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها ودفع الشر عنها، فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير. وعندما تبين لهم الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال فإن النفوس تهرب من هذه الأعمال. ونعيم الله المبشر به نعيم يستعذبه القلب وتلذه النفس ويهيم به الخيال. استمع إلى قوله تعالى يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون،
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وانظر إلى عذاب الكفرة في دار الشقاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ويقول تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك وفي نفوس السامعين إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير ويقولون فلان واعظ دايما بيجيبوا كلمة الوعظ في سياق الاحتقار والازدراء لكن الوعظ هذا وظيفة الأنبياء والرسل أحد يعني وظيفة مهمة جدا وهي وظيفة الوعظ يعني التبشير والإنذار فالتبشير والإنذار هي وظيفة الرسل والذي علمهم هذا الأسلوب هو الخالق هذه النفس البشرية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذا هو الذي يحرك النفس الإنسانية أن يوجد الثواب مع العقاب أو التبشير مع يعني الإنذار وهذا مبدأ حتى تربوي معروف أنه لابد من الثواب والعقاب حتى في ناحية التربية واضح؟ أي نعم صحيح وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين فالوعظ مهمة مقدسة مهمة الأنبياء والرسل لا ينبغي أن تستعمل كلمة واعظ في سياق الازدراء أو الاستهتار بها فهذا من شأن الملاحدة والذين لا يرجون لله وقارا فكلمة الوعظ كلمة لها وقارها ولها احترامها و هي وظيفة من وظائف الأنبياء ففلان واعظ ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليها تماما كما فعل قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أنت مين اللي بيتبعوك يعني طبقة المساكين والفقراء والناس الغلابة احنا يعني ايه ومراكة الذين هم أراذلنا عبيد أو فقراء أو مساكين أو كذا بادي الرأي ما بيفلسفوش الأمور ويعملوها كما يصنع الذين يسمون أنفسهم بالنخبة والمثقفين ومش عارف ايه فهذا كل نوع من الاستعلاء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي دي ناس سذج ناس بسطاء لا يفلسفون الأمور ويسهل يعني إن خدعوهم في حين أن الإنسان يمدح إذا بان له الحق فانقاد له بادي الرأي يعني أول ما يسمعه كما حصل من السحرة يعني مع موسى عليه السلام فألقي السحرة سجادا قالوا آمنا برب هارون وموسى إلى آخره فهذا إيمانهم كان عمره لحظات قليلة لكن مع ذلك انظر إلى التحدي الذي تحدوا به يعني فرعون رغم الوعيد الشديد لماذا؟ لأن يمدح الإنسان ما دام الحق اتضح له في ثوان معدودة أن ينقاد إليه فورا ولا يؤجل واضح؟ فعند وضوح الحق لا يسوف الإنسان ولا يعني يؤخر وإنما يتعجل ويفر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يسوف نعم فيقول إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام ويشيع جدا لمن دول من الملاحدة والزنادقة إن الاستهتار بالغيبيات
عن طريق انه ايه الناس اللي بتخوف الناس بالعذاب القبر والشجاع الاقرع ويأتون ببعض هذه الاشياء في سياق يضحك الناس على اساس ان ده نوع من السخريه والاستهزاء. فانا اقول لهم المهم من يضحك اخيرا، المهم من يضحك في النهايه، اما ان يضحكوا ويسخروا الان فليسخروا. واصبحت كلمه الغيبيات دي شيء ايه كانه شيء مسخر، يعني شيء يضحك غيبيات. وبعض المسؤولين عن التعليم يقول لا احنا مش عايزين عقليه تخويف الناس بالغيبيات والاستغراق في الغيبيات، وان الغيبيات دي بتلغي العقل. فهذا دي بلطجه، ده مش علم ولا فكر، دي ناس بلطجيه بس بلطجه فكريه، بلطجه من نوع اخر. فهي كده ما هي كده، ما تحاولش انك انت يعني ترد. كنت في حوار مع احدهم مره، يعني هو طبعا استاذ كبير جدا في الجامعه، فدام هو له منصب عالي يبقى لازم يكون هو على حق، ما فيش حاجه اسمها ان حد يغلطه ابدا يعني. فبيناقشني في ضمن الكلام فبيقول لي ابن تيميه ده انا سمعت الشيخ محمد حسان امبارح بيقول عليه شيخ الاسلام، مين سمى ابن تيميه شيخ الاسلام؟ ايه ده ابن تيميه؟ يعني ايه شيخ الاسلام؟ قلت له ده منصب، ده لقب علمي، لقب علمي لمرتبه معينه لا يستحقها الا طائفه معينه من العلماء يعني. فقال مش ابن تيميه ده اللي بيقول ان نفي الربط بين يعني السبب والمسبب او السبب والنتيجه. فبيقول يعني ابن تيميه ده بيقول ان لو واحد اتقطعت راسه بالسيف يبقى هو مات عشان ربنا يعني اراد له ذلك، بمعنى انه ممكن لو ربنا ما ارادش يتقطع راسه ومبقاش ميت يعني، اللي هي النفي العله بين السبب والمسبب. فحاولت ابين له ان ابن تيميه هو اللي بيرد على الكلام ده، ما حدش رد على هذا الكلام اللي هو اسمها نظريه الايه الكسب عنده. ها ماشي كويس، نظريه الكسب عند الاشعري، هذه من عجائب الاخوال في تاريخ العالم يعني، من اعجب الاشياء نظريه الكسب عند الاشعري، فيها تنطع وفيها كلام عجيب جدا بيقول الاشعري. فمحدش رد وابطل هذا الكلام غير اكتر من شيخ الاسلام تاني، ده هو اقوى واحد رد على هذا. فهي كده ومش مستعد يحاول يغير رايه خالص. قال له وبعدين الشافعي ده، قال الشافعي ده هو السبب في المشاكل كلها. ليه؟ قال ان الشافعي مش عارف هو اللي حصر الاجتهاد في القياس. هو طبعا قري له كلمتين ولم يستوعبهم وبيخبط يعني في الكلام. قرأ كتابي بتاع الخواطر في الوهابية برضه في نفس بتاع المكان، فبيقول قريت الكتاب وطبعا الكتاب ده ما عجبنيش، لأنه في مكان معين منه بينكر على بعض الناس أنهم يعتدون بالعقل. بس كده كل الكتاب اختزله في كلمة الاعتداد بالعقل، وأنا لم أقل هذا، وطبعا ما ليش فرصة أصلا أدافع. يقول أنا بقول فيه، بقول إن الإنكار على المعتزلة اللي هو المبالغة في الاعتداد بالعقل، فكلمة المبالغة في الاعتداد بالعقل. فدايما طريقتهم. واحد تاني من أعجب الأشياء اللي شفتها في بلاد الأعجيب إنه هي كده يعني يهبش الكلام في وسط الكلام، يطلع بحاجة كده تطير العقل ولا تستطيع أن ترد عليه، يهرب من النقاش. فبيقول ما المسيح قال لهم اعبدوني واتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قلت له إزاي الكلام بتقوله ده؟ قال لي مش هو لما ربنا بيقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مالوش لأ، قال له سبحانك. فدي بلطجة، دي يا ناس بلطجية، عارفين البلطجية واللي بيسموهم في الشام أبضايا، الأبضايا في الشام اللي هو زي الفتوة عندنا، هي كده وما تحاولش تحاول تغير. فدي طريقته في النقاش، يعني هو لا يمكن أن يصمد أمام نقاش علمي أبدا، يخاف من النقاش العلمي أو أن تكون الفرص متكافئة، لا هي كده وممنوع حد يعترض. واضح؟ فده السائد الآن للأسف في هذا المجال البلطجية، الذين يدعون أنهم يفقهون كل شيء، وأنه في تخصصه أو في غير تخصصه لابد أنه إذا قال يعني يستمع له ويرضخ ولا يناقش ولا يخطأ، وكل مؤهلاته هي منصبه فقط. واضح؟ فيعني فده الأسلوب الحقيقة اللي احنا بنشوفه في الإعلام، شوف الجرائد بلطجة، ناس بلطجية هي كده، وإياك أن تخالفها. واضح؟
فالإسلام إرهاب يبقى لازم يبقى إرهاب، تطرف يبقى تطرف. والأمر كما ترون يعني التخبط الشديد الآن وزلزلة الثوابت والعقائد وأمور أساسية جدا، بحيث الناس لو طوعوهم يخرجون من الدين ومن الدين ومن الملة إذا طوعوهم في مثل هذه الأشياء. فدايما يجيبوا المثال بإيه؟ الشجاع الأقرع والشرايط اللي بتتكلم على الغيبيات، والشرايط بتتكلم على عذاب القبر، والسخرية بقى من قضية عذاب القبر، كأنها الدين ده إيه؟ أساطير الأولين، عشان حتى لا يأخذ الناس هذه العقائد بجدية. واضح؟ صحيح بعض الإخوة لهم دور في 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 صد هؤلاء الناس وتنفيرهم، السلوكيات الإخوة بالذات في موضوع الجن والغلو الذي حصل منهم طبعا أعطى مادة لهؤلاء الناس لي يعني يشنعوا على قضية الغيبيات. يقول الدكتور الأشقر: إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير، ويقولون فلان واعظ، ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليها، ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم. وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم وينظروا في موقفهم هذا في ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تبين أسلوب الدعوة وتوضح مهمة الرسل الكرام. الوظيفة الرابعة من وظائف الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام إصلاح النفوس وتزكيتها. يقول: الله رحيم بعباده، ومن رحمته أن يحيي نفوسهم بوحيه وينيرها بنوره. يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق. الله، وإحنا من خلال هذا الكلام لابد أن نوضح يعني للناس، لابد أن نعالج الوضع اللي بيحصل مع الناس الآن. أصبح انطباع عموم الناس يعني بعيدا عن الملتزمين، أصبح الانطباع أن التدين عبء، التدين عبء وشيء ثقيل على النفس وقيود وحرمان من الطيبات وعقد في الحياة إلى آخره. هذا الأسلوب الشيطاني في الصد عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، مش عايزين الحق يظهر للناس بصورة واضحة سوية مستقيمة تتطابق مع فطرتهم، لكن يريدون أن يظهروا في صورة مشوهة ويبغونها عوجا، عايزين سبيل الله تظهر للناس أنها عوج، وهذا هو العوج. إن الدين ده كله مشقة وكله عذاب. إذا واحدة اتحجبت ليه؟ حرام عليك، ده لسه صغيرة. لو واحد التحت، طب ليه؟ طب كده، ويبتجد المشاكل الأسرية وضغط الآباء وضغط كذا وكذا وكذا. فعشان كده احنا محتاجين يعني السموم اللي احنا عايشين فيها دي بالضبط كده المنهج السلفي بيشبه ما يحصل، كان يحصل زمان في الأرياف، ما عرفش بيحصل ولا لا. يجوا في الشتاء ويقعدوا في الغرفة المغلقة محكمة الإغلاق وبيعملوا الفحم عشان يتدفوا، مش كده؟ ما زال بيعملوا كده؟ المفروض يكون الناس اتنورت يعني. فبيقفلوا الباب كويس جدا ويفضلوا قاعدين بقى يستمتعوا بالدفء. اللي بيحصل في الاخر ايه؟ اختناق، بيموتوا موت لذيذ، موت وهم متدفين. ازاي بقى؟ لان طبعا الفحم في المكان المقفول ده بيحرق الاكسجين، وفي نفس الوقت بيطلع احتراق غير كامل، فبيطلع ايه؟ اول اكسيد الكربون غاز سام. هم يستمتعوا بقى بالهواء الدافئ ده ويموتوا من غير ما يشعروا، يختنقون بمثل هذا. واضح؟ عشان كده دلوقتي السخانات ما تبقاش جوه الحمام، بتنفصل بره علشان ايه؟ حتى تسحب الاكسجين وممكن يختنق الانسان في الحمام. الشاهد يعني من الكلام ان الانسان في الجو المسموم بيموت وهو مش شاعر، لانه بيتنفس السموم، بيتنفس سموم، فبيضيع ايمانه بيضيع. فلذلك الحل ايه في الحل؟ لو قام واحد من اللي بيستنشقون هذا الغاز المميت وفتح النافذة كده على الهواء النقي بيفوق وينقذون من الهلاك المحقق. واضح؟ الموت البطيء هذا. فذا نفس أوضاعنا، الجو أصبح مسمما بالشبهات والشهوات والمطاعم
ليل نهار تملأ الجو في وسائل إعلام، في الفضائيات، في كذا في كذا. فالعلاج الوحيد لإنقاذنا من هذه السموم التي نتنفسها جميعا، لأن الهواء مشترك بيننا، هو أن تفتح نافذة إلى هدي السلف الصالح، إلى القرآن وإلى السنة. فإذا استنشقنا الهواء الطيب ننجو من سموم هذه السموم. فمن ثم نحن نحتاج دائما إلى الارتباط بنور الوحي في القرآن والسنة. زي غسيل الكلى ده يتعمل لقلوبنا غسيل، تتغسل كده أول بأول عشان نجدد الهواء ونجدد الأكسجين وتعود إلينا الحياة، وإلا سنضيع مع الضائعين. فهذه أهمية الارتباط بنصوص الوحي والتذكير بحقائق الدين التي يعني يريد القوم يعني زلزلتها. فيقول والله يخرج الناس، فاصطحبوا هذا المعنى كلما جاءت آية أو حديث أو مفهوم إسلامي. الدين ليس عبئا، لم يأتي الدين ليعنت الناس. والناس أصبحت عندها يعني بعض الناس أصبح عندهم حساسية شديدة جدا من أي ذكر للدين. سمعت شخص قائد عسكري مرة بيتكلم، فبيتكلم عايز يوصف اليهود بأنهم أجبن خلق الله، وأنه عند المواجهة المباشرة يعني لا يحتملون ذلك، وأنهم دائما لابد أن يختبئ وراء الجدر زي خط بارليف وكذا وكذا. والراجل قاعد يعيد ويزيد في الكلام، الكلام واضح يعني خلاص فاضل بس يجيب الآية بقى، لا يقاتلونكم جميعا، ولكن هو يأبه مش قادر يقرب لذكر الآية إطلاقا، لأن كده معناه هيتكلم كلام ديني، والدين ده ارتكاري بيعمل لهم حسين. فبيحاول يهرب، وهي واضحة جدا المفروض أنت تجيب الآية بقى خلاص، ناقص الآية هي دي اللي فضنا في الكلام. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، واضح. فهو يأبى، تحس انه بيفرمل نفسه عشان ما يجيبش معنى الآية، مع ان لو كان افصح الناس فلن يستطيع ان يعبر عن المعنى كما عبر عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بعضهم يقول القرآن بيقول، ما يرضاش يقول قال الله تعالى. حتى في موضوع الدنمارك والإساءة يقول لك الإساءة الى الرسول الكريم، بيستنكف ان يقول إمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ما يضيفش الرسول الى الله، يبقى كده اصبح متدين. يقول لك الرسول الكريم، كله يعيد ويزيد الرسول الكريم، الرسول الكريم. طب ما تقول رسول الله، يعني افتخر بعقيدتك وهويتك، ما تقولش قال القرآن، قل قال الله تعالى. لا طبعا، قال الله دي تمسك بعقيدة وإظهار واعتزاز بهوية وإثبات الإيمان. فيعني الشاهد أنه وجد عند بعض الناس حساسية من موضوع التدين والانتماء للدين، فهم الخاسرون، هم الذين يهلكون أنفسهم. لكن لابد أننا يعني نعتز بانتمائنا إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام، ولا نخضع لهذه الضغوط والسموم من حولنا التي تريد أن تبيع قضية التدين وأن تخرجها من كونها هي الروح التي تسري في يعني أبداننا. فليس التدين مشقة، بالعكس، خاصية الإسلام الأولى هي أنه دين اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأدلة في ذوما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو دين اليسر ودين السماحة يعني كما هو معلوم. يقول والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. يقول تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وبدون هذا النور تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعماها ضلالها عن الحق وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعاليم ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته وتعرفهم بعبادته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما الوظيفة الخامسة من وظائف الرسل فهي تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. يقول كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحدا، فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب وينتشلوهم من الضلال. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويبينه لهم ويهديهم إليه، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا. ثم كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره، فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط وهو يتمثل في أشكال مختلفة. وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في عصره، فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام وكذلك إبراهيم، وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، وصالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين، ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه، وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان، وهكذا. فكل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه، والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان. أما الوظيفة السادسة من وظائف الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فهي إقامة الحجة. يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يرسل الله الرسل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله جل وعلا ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك منا، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا هل أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك ونتبع آياتك ونسير على النهج الذي تريد. وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل ويعرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا. يقول تعالى وكم قص أداء الخطورة بقى في موضوع قضية التدين وموقف كل إنسان من الله سبحانه وتعالى ومن الإسلام، أنه إذا يعني أبى الانقياد للشرع الشريف والدخول في الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى فنحن نقطع يقينا أنه سوف يعني هو الآن في فترة الاختيار والحجة قائمة عليه وطريق الهدى سهل أقرب إليه من يعني إيه حبل الوريد. إذا اختار خلاف ذلك فالقضية ليست تنتهي بمجرد اختيار، لكنه بمجرد أن يموت سوف يعيش الأجل الذي حدده الله له ثم يقبض رغم أنفه
ثم يعذب في القبر رغم أنفه، ثم يبعث وينشر يوم القيامة، ثم يحاسب، ثم رغم أنفه أيضا يساق إلى المصير الذي قضاه الله عليه. فنحن فقط هنا في لجنة الامتحان، النتائج هناك، لكن هنا لجنة سوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار. فإحنا في اللجنة في السباق، فالغبار مش مبين بقى مين اللي سابق ومين اللي متأخر، ومن الفائز ومن الخاسر. لكن إذا انجلى الغبار وانتهت المسابقة كل إنسان يكتشف الحقيقة. فهذا هو الأمر أيضا، بأنه أخطر شيء في قضية تدين أن مجرد الإعراض عنها فضلا عن الصد عن سبيل الله وتشويهه، ليست هي النهاية، الدنيا ليست النهاية، بالعكس دي مرحلة، ولكن بعد ذلك هناك مراحل في غاية الخطورة فيها خلود في العذاب ولا مناص ولا يمكن من الرجوع. فلذلك المفروض أن القضية دي بالذات تكون أول وأهم وأخطر قضية في حياة كل إنسان، أن يحسم موقفه من قضية الإسلام، أن يؤجل كل شيء ويتفكر هل هو على الحق أم ليس على الحق، إذا لقي الله يلقى على التوحيد والطاعة أم على الشرك والكفر والمعصية. فمن ثم خطورة هذه القضية أن المصير الأبدي يترتب عليها، فبالتالي ما يجوز أبدا أن يؤجل الإنسان النظر في هذه القضية، وأن يتمادى في النظر إليها على أنها إيه؟ قضية شخصية، كما يريد العالم أن يون التدين دي قضية شخصية، بمعنى يعني علاقة شخصية بينك وبين ربك، عايز تخربها خربها، تعمرها تعمرها، دي محدش له أنه يعاتبك عليها، أنت حر. فبالتالي كما تحب نوع من الفاكهة وتكره النوع الآخر أو من الألوان أو الملابس أو مزاج شخصي، ممكن تتدين، ممكن تكفر، ممكن تلحد، واضح. والغريب أن يوجد بعض الدعاء الآن يميزون للناس هذا الضلال المبين، فبالتالي يعوقون الهداية بالنسبة لهؤلاء الناس. يعني واحد يقول حرية الكفر، في الإسلام حاجة اسمها حرية الكفر، ده إبليس نفسه ربنا أعطاه حرية الاختيار. طيب بس كان مصيره إيه؟ ويجيبوا بقى الحوار الذي حصل مع إبليس، عشان دي حرية الرأي، والإنسان ممكن يعني يهو أن يكفر، ويجيبوا الآية ويبترونها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب وبعدين بقى، من شاء هنا، من شاء هنا المقصود بها التهديد أم التخيير؟ التهديد، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أو أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فكلمة من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر جاية بعد إيه؟ قد تباين الرشد من الغي. ففي حرية اختيار بس في حساب بعد كده، فهم بيخبوا عليهم حتة الحساب دي، مش كده وبس، ده بيقولك ما تصفوش بالكفر، قول المسلمون وغير المسلمون، ومنهم من يصفهم أنهم أهل الإيمان ويلبس على الناس ويجيب الآيات التي فيها مدح للمؤمنين من أهل الكتاب. طبعا هذا الكلام لأنه كذب ما بيقاش له رجلين، ما بيطولش، آية واحدة بتنسفه ناس وكأن لم يكن، لكن هذا تلبيس على الناس وتلبيس على هؤلاء الضالين، معناها بيسد عليهم الطريق لأن يصلحوا حاله. نفس اللي بيحصل مع الرافضة، إنك لما تدندن إن الرافضة ما فيش فرق بينه وبين إن السنة غير قضايا خلافية، والخلاف بينهم كما كالخلاف بين الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، وخلاف في قضايا يسيرة لا تمس أصول الدين، أنت بتخدع مين؟ أنت كده بتضر الشيعة أنفسها، تزين لهم ما هم عليه من الدين المحرف، الدين الباطل الذي ليس له علاقة إطلاقا بدين الإسلام إطلاقا، دين آخر، ومع ذلك يزينون لهم هذا الباطل، وفي نفس الوقت يكونون يبنون جسرا ليسهل الغزو الرافضي لقلوب شباب أهل السنة. فكم يتألم الإنسان يسمع أن المنصورة والزقازيق ومش عارف، في أماكن أصبحت فيها بؤر شيعية، وشباب السنة منهم من يرتد إلى هذا الدين المحرف الذي ليس له أي علاقة بدين الإسلام. وربما يكون الذي شجعهم على هذه الردة هو إيه؟ كلام هؤلاء المميعين الذين يخدعونه ويقولون ما فيش فرق يا جماعة، ويجيبوا الفتوى بتاعة الشيخ شلتوت، وإن ممكن واحد كمان ينتقل عادي من هذا الدين إلى ذاك الدين، بس يقول المذهب ده إلى المذهب ده، لكن ده دين وده دين، ما فيش علاقة أصلا. دين الرافضة ليس هو الدين الذي أنزله الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما فصلنا ذلك من قبل مرارا. خلاصة الكلام إن قضية التدين والموقف من الدين ومن الإسلام ومن الرسول عليه السلام ومن القرآن، شاءوا أم أبوا سوف يحاسبون عليها ويدفعون ثمن
إعراضهم عنها أو صدهم عن سبيلها، شاءوا أم أبوا، لأنه غصب عنه بتسري عليه سنة الله. هو مطلق الحرية الآن في الدنيا، لأن دي لجنة الامتحان، لكن بعد ذلك رغما عنه سوف يموت في الأجل الذي يحدده الله، وسوف يبعث رغم أنفه، وسوف يحاسب ويساق يوم القيامة إلى يعني المصير الذي يستحق. فالقضية مش بتنتهي بالدنيا، لا، ده هي بتبدأ عواقبها بمجرد خروج الروح من البدن وانتهاء فترة التكليف. أي نعم. فالذين يرفضون اتباع الرسل ويعرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا. يقول تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. العذاب نزل عليهم فبيجروا يهربوا بقى من القرية حتى لا يصيبهم العذاب، فيخاطبون في هذه الحالة: لا تركضوا، رحم فين، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فيش كافر أبدا حيقول إن هو مظلوم أبدا، رغم من القاعدة أن كما يقول الشاعر: لم يخلق الله مسجونا تسائله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. أي مسجون بيقول عن نفسه مظلوم، لكن هؤلاء بالذات إذا أتاهم العذاب يقرون بأن الله ما ظلمهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. القرآن موجود، السنة محفوظة بالتواتر والأسانيد، الشريعة ظاهرة، الحق سهل جدا لمن أراد أن يبحث عنه، لا توجد قوة سوف تسلسلك بالأغلال وتمنعك من الصلاة أو من الاهتداء أو من التوحيد. فالطريق موهد، ونقل إلينا الإسلام، وضحى السلف في سبيل إيصاله لنا بأرواحهم ودمائهم ويعني أوطانهم، فكل شيء موجود، الحق متاح لمن أراده بصدق وبإخلاص. واضح؟ الحق متاح وسهل، حتى في وسط كل هذا الركام الفارغ والتشويش والتشنيع، لكن حق السهل جدا لأنه يعني يصل يدخل القلوب يعني بلا استئذان. فلا يوجد كافر عند الموت هيقول إن معاذ الله إن الله قد ظلمه. ظلمه ليه؟ أكثر من كده إيه طيب؟ فترك على التوحيد، الفطرة نفسها، دين الفطرة، أعطاك العقل وكرمك به على كل المخلوقات الأخرى، أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وبلغك الدين، والحجج تقام ليل نهار عليك، آيات مبثوثة في الأفاق وفي أنفسكم التي تدل على التوحيد، ماذا بقي؟ ومع ذلك أعرض. واضح؟ فمن ثم ما يوجد كافر إطلاقا حينما يأتيه العذاب أو ملك الموت يقول والعياذ بالله إن الله ظلمهم، بل الجميع يقرون أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما كان لهم هجيرة وما رفعوا صوتهم فقط بهذا النداء، قعدوا يقولوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالون يكررونها حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى قضي عليهم قضاء مبرما. وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب وقبل أن يلقوا في الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. كلما دي صيغة إيه؟ عموم يعني تعم كل من يدخل الجنة. الأول بإيه؟ بيمضي على الإقرار ده، بيقر، يقول أقر وأعترف أن الحجة قامت علي وأنني أنا الذي اخترت هذا الضلال وهذا الكفر. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا نسمع، لو كنا نسمع أو نعقل، لأن الحجة تقوم بالسمع النقل والعقل، فهم عطلوا عقولهم وأيضا كذبوا
السمع وبأخبار الوحي. فهم اللي في الدنيا اللي كانوا بيعتدون بالعقل ويتهمون المتدينين والموحدين أنهم يلغون العقل، دول يؤمنون بالغيبيات والخرافات، كأن الغيبيات خرافات. فهم نفسهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وعندما يضجون في النار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخون تقول لهم خزنة النار أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لن يغني عنكم الدعاء شيئا. أما الوظيفة السابعة من وظائف الأنبياء فهي سياسة الأمة، فالذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة، وهؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم، والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم، فهم يحكمون بين الناس بحكم الله كما قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود قائلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة، وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذا متفق عليه. وقال الله عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في السلم والحرب ويلون شؤون القضاء ويقومون على رعاية مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله، وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا فإن شعار المسلم الذي يعلنه دائما هو السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طبعا هل فرعون كان يجحد توحيد الربوبية؟ من يجيب؟ في سورة النمل، في سورة النمل يقول الله سبحانه وتعالى أصل ده كلام فرعون كذاب وجحود، لكن نشوف بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل قال إيه في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في سورة الإسراء قال لك موسى بيقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لا دي في حق النبي عليه السلام، لكن أيضا لما كان ينزل بهم العذاب يهرعون إلى موسى فرعون ومن معه ويقولون إيه يا أيها الساحر ادع لنا ربك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لا ده الإيمان عند الغرغرة ما يفيده، ما يفيده دي عند الموت. لا نعم ممكن ممكن يا همان بلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. دي في قضية الفوقية، إن موسى كان يصف ربه أنه فوق السماوات، فقال له لوزيره همان ابن لي صرحا عاليا مرتفعا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء. نعم على أي الأحوال إحنا كده خلاص أجبنا، يعني القرآن الكريم لم يقص عن أمة من الأمم أنها انكرت وجود الله إطلاقا. إذا تأملتم هذا هو فيه بحث طيب جدا في هذه المسألة في كتاب تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن مع الصحيحين لشيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى، فهو فيه في المقدمة في التوحيد كلام مفصل في هذه القضية.
نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.